بيرما، لما تسمع كلمة زي دي هيجي في دماغك حاجتين، حسبة بيرما وعمر طاهر. ايه العلاقة بين حسبة بيرما ونظرية بيرما؟ كان يا مكان، كان في زمان قرية بسيطة جدا وست عجوز غلبانة قوي. الست دي كانت بتتاجر في البيض، وفي مرة شايلة البيض في السلة بتاعتها فوق دماغها وهب اتكعبلت، وقعت البيض اتكسر كله. قعدت جنبه بقى تنوح وتعيط وتلم الناس حواليها. الناس اتجمعوا وقالوا لها خلاص يا ست احنا هنعوضك، قولي لنا بس كان في كام بيضه في السله دي. قامت الست قالت لهم ايه، اذا حسبتموه بالثلاثه تبقى بيضه، اذا حسبتموه بالاربعه تبقى بيضه، اذا حسبتموه بالخمسه تبقى بيضه، اما اذا حسبتموه بالسته يتبقى بيضه، بس لو حسبتموه بالسبعه لن يتبقى شيء. طبعا الناس فضلت تضرب اخماس في اسداس، ايه يا ست اللي بتقولي ده، في كام بيضه قولي خلصينا. لغايه ما جه واحد بركه كده عرفت في نفسه وقال لهم يا جماعه دول 301 بيضة، لو قسمتهم على 7 مش هيفضل حاجة، لو قسمتهم على 3 أو 4 أو 5 أو 6 دايما هيفضل بيضة. وفعلا لما حسبوها لقوا كلام الراجل ده مظبوط، لموا الفلوس من بعضيهم وادوها للست وقالوا لها اتكلي على الله وخلي بالك مش عايزين وجع دماغ تاني. القرية دي كان اسمها بيرما، والحادثة اللي حصلت دي كانت سبب في خلق المثل حسبة بيرما. احنا بقى بنستخدم المثل ده لما بتقابلنا مشكلة أو معضلة ما بنلاقيلهاش حل. طيب ايه علاقة القصة دي بعمر طاهر؟ عمر طاهر في يوم من الايام كان مطلوب منه المقال اليومي بتاع جريدة الدستور، وطبعا اي حد بيكتب مقال يومي بيبقى عنده مشكلة الافكار، يجيب افكار منين؟ فقام قاعد على المكتب وقام كاتب على الورقة بيرما، اقتباسا من المثل بتاع حسبة بيرما، وجت في دماغه فكرة ماذا لو بيرما ده كان شخص، واخد ودي معاه في الكلام وافتح مواضيع وتبقى قصص. ومن هنا جت فكرة نظرية بيرما، عمر طاهر يسأل السؤال وبيرما يجاوب عليه إجابات ساخرة غير متوقعة وجمل مكثفة من النوع اللي ينفع تاخده وتحطه على فيسبوك عندك. والمواضيع كلها من حياتنا اليومية، مواصلات، زحمة، جواز، فرح، حزن، الشغل، التاكسي الأبيض، الانتخابات، المصيف، النقد الفني، الفتيين، يوم التلات. كتاب رايق وخفيف وممكن تسمعه في أي وقت وفي أي حتة، وهيرسم ابتسامة على وشك وانت بتسمعه. تسمعه فين؟ على إقراء لي طبعا. اسمع وعيش.